الأسباب اللي خلتنا اليوم موجودين هنا في الحقيقة هذوما متخرجين من جامعات أوروبا الشرقية، أوكرانيا، رومانيا وروسيا لسنة 2010. كيف روحوا الأولاد هذوما قدموا أوراقهم قصد طلب المعادلة. المعادلة كانت البروسيدور القديمة متاحها كونها عام وامتحان بمراسلة رسمية من وزارة التعليم العالي لسنة 2010. قالوا لنا اللي راهم زادوا عام ولات عامين أربع سداسيات، هذه المراسلة الرسمية، وراهم اتخلاو عن الامتحان. باهي صار مشينا خضعنا للتربصات نتاعنا وكملنا دعينا في شهر سبتمبر قيام بامتحان شفوي خضعنا ليه وقمنا به. كملنا معناتها الاستاج نتاعنا الكل، ما رانا الا يوم 3 جام في معناتها في السيت نتاع لوفيسيال نتاع الفاكولتي تاع المونستير انهم يطلبونا بامتحانات اخرى. باه جينا لهنا للوزاره حبينا نعرفوا اللي كونا حسب القوانين وحسب المراسله الرسميه اللي جاتنا منهم سنه 2010 اللي احنا عندنا اربع سداسيات. بعد محاولات عديدة معناها من السيد المدير العام إلى المستشارين إلى كذا إلى كذا، هذوما كل ما بقينا ما خذيناش معهم اتفاق. تقابلنا اليوم مع رئيس ديوان سي سفيان المنصوري وأكدنا اللي من هنا دي سينا الأربعة باش يخرجونا باش يجاوبونا بطريقة رسمية مش طريقة شفوية اللي معناتها وما نعرفش شنو بدون تعليلات، يجاوبونا بطريقة رسمية يقولنا شنو مكتوبة شنو فيها حقوقنا وشنو معناتها اللي علينا. المطالب يا أخي أنا جيت زدتني عام، كانت ليكيفالونس ما نقولنا كانت عام واكزاما، جيتنا كي روحت 2010 في اجراء قلت لي راه زدناك عام اخر ولات عندك عامين وتخلينا على الاكزامانات. يا خويا انا كملت الاستاج اللي انت طلبهم مني، اعطيني اوراق تقرير المعادله نتاعي، هذا المطلوب مني. فعلا جاءنا اليوم خريجي كليات الصيدله ببعض البلدان الشرقيه كما روسيا واوكرانيا، وجاءوا طبعا يرغبون في الحصول على المعادلة وهذا حقهم يعني الشرعي. هذا الحق يعني تكفله قوانين جاري بها العمل قبل والآن جاري بها العمل. القوانين تنص على إجراء الناس هذوما يعني تربص لمدة أربع سداسيات سنتين، ويختم هذا التربص بتقييم علمي. الأمر هذا منصوص عليه يعني حتى في الرائد الرسمي، ثم بعد ذلك يعني يتحصلون على شهادة انتهاء التربص مصادق عليها من كلية الصيدلة بتونس اللي موكول لها وهي مؤمنة على التكوين في الصيدلة في تونس. وطبعا هذا فيه أولا حرص على مصداقية الشهادة بالنسبة لتونس وعلى قيمة القيمة العلمية لهذه الشهادة وكذلك على قيمة المهنية للمعنيين بالأمر. ولكن هذا التقييم قد يكون مقسم إلى أجزاء وقد يكون تقييم شامل. بالنسبة لهذه الدورة ارتأى المجلس العلمي لكلية الصيدلة، وهذا في مصلحة المعنيين بالأمر، أن أي اختصاص يتم التربص فيه يجرى فيه اختبار شفاهي، وهذا ما وقع يعني بالفعل. يعني قام المتربصون في تربص في تخصص معين، إثر هذا التربص قام بتقييم شفاهي، ثم بعد ذلك دعوه إلى إتمام تربصهم في تخصصات أخرى، وبعد انتهاء هذه التخصصات منطقي كما صار في المرة الأولى دعوه إلى القيام بتقييم بالنسبة للتخصصات الأخرى. في نهاية هذا التقييم سوف يعني يتحصلون على شهادة إنهاء التربص. النص يقول لازم التربص لمدة سنتين يختم بتقييم، لكن التقييم هذا على ماذا يشتمل؟ على كل التخصصات، وبالتالي ممكن نعمل تقييم شامل موحد لكل الاختصاصات في نهاية التربص، وممكن وهذا من مصلحة المعنيين وهذا ما ارتأته الكلية أنه جزء من التربص تم على تخصص معين، فحتى نسهلوا على الناس المعنيين نقوم باختبار فقط على التخصص التي تم إجراءه. الشيء الذي تعد به الوزارة أنها سوف تحرص على أن تتم هذه التقييمات في ظروف ملائمة للمعنيين بالأمر، وستتوخى مع الكلية المعنية كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل هذا الاختبار على المعنيين، حرصا كما قلت على مصداقية الشهادة من ناحية، وكذلك على المجهودات والأتعاب التي لقاها المعنيين بالأمر للحصول على شهادات.